بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلا محمد عليه الصلاة والسلام، إلا الأقصى مسراه عليه الصلاة والسلام. هذه عودة إلى مجموعتنا التحليلية أرباكس، الحلقة رقم 149 بتاريخ 16 أكتوبر 2022، من العام الثالث لهذه القناة. وهذه الحلقة الآي كيو تبعها 105، يعني إن شاء الله معظم اللي بيستمعوا لها ممكن يستوعبوها بمشيئة الله، وإحنا نبسطها لهذا المستوى إن شاء الله. زي ما انتم ملاحظين اضفنا 14 النقطة المئوية لنسبة تحقق توقعات هذه القناة، فاصبحت الان 91.9، لانه كما ذكرنا في الحلقة الماضية بانه تحقق ما كنا قد حللناه في السابق، في حلقاتنا السابقة، بانه منذ انطلاقة الحرب المفتعلة في أوكرانيا أطلقنا عليها لقب مفتعلة وأنها حرب عقائدية، وثبت ذلك كما شرحنا في الحلقة الماضية بأنه بوتين وبايدن وشولز المستشار الألماني مؤخرا كلهم أكدوا بأن هذه الحرب عقائدية، وصفوها بالكروسيدز، و بايدن أطلق عليها أرمجدون، وهذه حرب عقائدية مخصصة للانقضاض على القدس ومن يوجد في القدس. فهذا الزبط بس، ولكن هذا التحليل أو هذا التوقع أو كان يعني ثانوي جدا جدا، يعني ثانوي مش ذات أهمية، فأخذ فقط 14 العلامة المئوية. هذه الحلقة تتعلق ب يعني كثرة ما يدار على موضوع العلاقات الأمريكية السعودية، وأنا بحب يعني أطمنكم بأن العلاقات الأمريكية السعودية تمر في شو بدي أقول لك، في أمواج زي مثل أمواج البحر، يعني شد مد وجزر وهالشغلات هذه. ولكن دائما زي ما حكيت في إحدى حلقاتي، أنا عندي 3 حلقات حللت فيها بعض وتطرقت فيها لبعض المواضيع اللي كانت يعني السعودية جزء منها، وقلت بأنه دائما السعودية لديها المقومات باختراق أي أزمات تقع بينها وبين الإدارات الأمريكية المتعاقبة. وكانت حكيت أنه كانت آخر أزمة قوية مرت فيها يعني هذه العلاقات بصعوبة، ومرت على هذه العلاقات بصورة كانت كمان يعني زي ما تقولوا وصلت إلى حد يعني جدا، كانت علاقات غير قوية كالعادة، اللي هي حقبة رئاسة الرئيس السابق أوباما. 8 سنين العلاقات من بين الإدارة الأمريكية بإدارة أوباما وجو بايدن اللي كان فايس بريزيدنت تبعه مع السعودية ما كانتش على أفضل ما يرام، ولكن تخطتها السعودية. فدائما العلاقات الأمريكية السعودية متينة جدا، يعني بدي أقول لكم، حكينا مع باب مينانديز السناتور اللي مسؤول عن العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، قلنا له يا ابن الحلال هدي،
هذا اللي يعني انتقد العلاقات وبقول بدنا نعيد تقييمها. قلت له يعني قلنا له شو بدك تعيد تقيم فيها؟ لولا المملكة العربية السعودية ولا كان حليفتكم القوية كيان الفصل العنصري ما كانش عايش لهذا اليوم. قالنا مين اللي حكى لكم؟ قلنا له اسأل رئيس تراب. قال انه لولا السعودية ولا الكيان الصهيوني لا يمكن ان يتواجد اكثر من اسبوعين. وكمان قلنا قالها في على نفس السياق، وكمان لولا حماية الولايات المتحدة للسعودية كمان النظام السعودي ما بظلش اسبوعين. فقلنا له لم لسانك شوي واسكت، خلي الوضع زي ما هو عليه، يعني بدك أفضل من هيك؟ علاقات هيهم متمسكين في حل الدولتين زي ما بده بايدن، ما انتوا بتعرفوا باب مينانديز كمان ديمقراطي، يعني سناتور ديمقراطي عريق. فقلنا له هدي اللعب، العلاقات كويسة والعلاقات بتمر في خضم وبتمر في مراحل متعددة ولكن بتضلها دائما ثابتة، ولكن إذا في يعني خلافات شخصية ما بين مثلا القيادات نفسها، قيادات الإدارات، فهذه شغلة يعني بتمر على خير إن شاء الله. فأترك الموضوع، هاي هم متمسكين بحل الدولتين وبايدن بده حل الدولتين وكل شيء ماشي هذا، وبعدين يعني خليهم يضلوا يعطوا سبورت للكيان الصهيوني عشان لما نزيله يضل السبورت يجي، يصير بجوز يجي كالعادة، يعني بدل ما يروح للكيان الصهيوني يصير يروح ل قيام الدولة الفلسطينية. اصبر شوي وكل هوا ولم لسانك في تمك، هذا اللي حكينا له من منانديز، يعني مندافع عنك بعض الأحيان. قلنا له شو بدك أحسن من هيك؟ وبعدين أيهم قاعدين بغيروا اتجاهات الدولة كلها، وصاروا يجيبوا حفلات وفتحوا الدولة، وكمان شوي يعني خلص كلها بدأت تصير السعودية لما تروح عليها تفكرها إنها ولاية إحدى الولايات الأمريكية. فلم لسانك شوي وهدي هدي اللعب. الحمد لله العلاقات كعلاقات أمريكية دولة إلى دولة، العلاقات الأمريكية السعودية متينة جدا، فهدي الوضع. هذا اللي حكيناه، يعني ما احنا مندافع شوي وبنحكي الحق دائما، يعني قلنا له مش مشكلة ولو انه السعودية يعني حابسين الآن بعض القادة القدماء لحركة حماس، ما انتوا بتقولوا عن حركة حماس والمقاومة الفلسطينية بأنها مجموعات إرهابية، طيب هاي هم ماشيين معاكم زي ما بدكم، شو بدكم أحسن منهم؟ وين الخلاف والاختلاف؟ وشو هالمسرحيات اللي بتعملوا لنا اياها؟ يعني لقديش بدكم تضلكوا تضحكوا على العقول البشرية؟ لو ما صارش اختراع الانترنت كان تقدر تمشوها علينا من خلال التلفزيونات الصهيونية تبعكم، ولكن في منصات اجتماعية كل ما تعملوا كذبة احنا بنطلع بنفندها. فقلنا له هدي اللعب وخلي الكونغرس كله يهدي اللعب، وبدهاش حكي فاضي وبدهاش انكم تستسخفوا في عقول المثقفين. هاي هذه الحلقة 105، يعني مش بطل 105 اي كيو بس. وبندخل على الموضوع اللي المواضيع الرئيسية، الموضوع الثاني الرئيسي الثانوي، يعني نبدأ نتساءل، وهذه الشغلة كمان تعرضنا لها مع الكونغرس الأمريكي. قلنا لهم هيا لماذا بدأ
بن سلمان بتنفيذ جميع مطالب الإدارة الأمريكية بعد الاجتماع اللي حصل في أرض مكة الكبرى بين الطرفين. هاينا بدينا نوجد أشياء ملموسة على أرض الواقع بأنه الإدارة السعودية وبن سلمان قاعد بينفذ جميع المطالب اللي طالبوا فيها الإدارة الأمريكية بقيادة بايدن أثناء الاجتماع في اللي حصل في الشهر الخامس من هذا العام. أي الآن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان نفذت، وهذا كان أحد مطالب الإدارة الأمريكية لابن سلمان ما تتدخلش في الشؤون اللبنانية، فهي عشان ما تدخل في الشؤون اللبنانية كل شيء مش في لبنان، وقلنا له ما يتدخلش في الشؤون اليمنية. هايهم ها بدوا يبعثوا بعثات متبادلة، الآن بدأت تبادل الأسرى، ويعني في تقدم. وبعدين حكيت أنا للسناتر، يعني حكينا له إنه هاي أنتوا شلتوا الحوثيين عن قائمة الإرهاب في أول يوم بمرسوم رئاسي وقعه الرئيس بايدن، فأنت قلنا له من عندز شو اللي عندك الاختلاف وتقعد تقول في عواقب وما عواقب على هذه العلاقات. هاي باليمن قاعدين بيرتبوا الوضع كما طلب منهم، بأنه كمان يفكوا ارتباطهم ويفكوا تدخلهم في اليمن. فقلت له الآن في لبنان بعد قليل بيستطيع اللبنانيين إنه يخرجوا غازهم وكذا ويبيعوهم، ولكن لازم نحط على اللبنانيين مجلس وصاية، يعني مجلس إدارة، لأنه اللي موجودين الآن لصوص فما بصيرش نسلمهم. وهدول اللصوص يعني دائما كانوا هم اللي يقدروا السعوديين يضغطوا عليهم اللي يخربوا الأوضاع في لبنان. فالآن هايهم كفوا تدخلهم في الشؤون اللبنانية. الآن علينا إنه هدول اللصوص اللي في لبنان اللي مفروض عليهم الإقامة الجبرية وممنوع يطلعوا من لبنان، لازم يرجعوا كل الفلوس اللي سرقوها إلى خزينة الدولة. وبعدين بالنسبة للدخل القادم، يعني لأي مداخيل قادمة للحكومة اللبنانية، يجب أن يوضع عليهم مجلس وصاية أو نضمهم لمملكة دستورية مثلا اللي تقدر لما تيجي هذه الإيرادات الضخمة بأنها تذهب لإعادة بناء لبنان ولخدمة الشعب، مش تروح لجيوب اللصوص. نفس الإشي في اليمن، بدنا نشيل هاللصوص ونشيل هالإدارات الفاسدة حتى نقدر نخلي الجو ونحطهم كمان تحت إدارة اقتصادية صحيحة بدون تدخل السعودية أو الإمارات أو تدخل الخليج نهائيا، وهذا اللي قاعد بحصل على أرض الواقع. فلذلك إن شاء الله كمان اليمن تقدر تستخرج خيراتها وكذا، وشي اللي تعم الفائدة والنمو الاقتصادي في اليمن قريبا جدا. هذه كانت الأشياء اللي يعني بالنفوذ السعودي في هذه المناطق كانت ممنوع هذه الدول تتمتع بخيراتها. الآن ابن سلمان يعني قاعد بيشتغل مع الإدارة الأمريكية صحيح، فهذه الأشياء المطلوبة منه عدم التدخل في الدول الجارة، وخلاص يترك الوضع لحد ما تترتب الأمور والإدارة الاقتصادية في الإقليم كله، في إقليم الشرق الأوسط، حتى يتمتع الشرق الأوسط بالكامل بجميع خيراته الاقتصادية وثرواته.
من أجل نموه وإنشاؤه بالطريقة الصحيحة وإدارته بالطريقة الاقتصادية الصحيحة إلى النمو والازدهار، لأنه هذا هو توجه العالم الحال. فيعني مقابل هذه الأشياء هون بحصل على المباركة الأمريكية وثم المباركة البريطانية بأن ابن سلمان يعني أوكي هي أثبت أو بحاول يثبت إنه شخص مطيع وشخص ينظر إلى النمو. هي في عنده يعني مشاريع عملاقة يعني تجري في اتجاه بأنه هناك نظرة نمو اقتصادي ونمو يعني تطور يعني حاضري للمستقبل. فتحت هذه الظروف ممكن يحصل على المباركة، وبجوز أنا بعتقد أنه حصل على المباركة ليصبح ملكا، ولكن يجب أن يأخذ السعودية إلى منحى آخر. هذا عنوان حلقة أخرى بطلع لكم فيها، كيف هذا المنحى يجب أن بأي اتجاه يجب أن يكون. يعني كل ما يجري الآن في العالم هو لإعادة تنظيم وترتيبه تحت أقاليم اقتصادية إدارية اقتصادية هدفها النمو وإعادة البناء. هذا ما في عليه أي غبار، وهذا ما يجري على أرض الواقع. بنيجي للموضوع الثالث حتى نخلي هذه الحلقة إن شاء الله يعني تتعلق في لا تخرج عن إطار الرسالة اللي بدنا نوجهها. لماذا ذهب بن زايد للقاء بوتين؟ يعني الواحد ممكن ينظر لها من زوايا مختلفة، ولكن أولا بالنسبة لما يجري الآن في الشرق الأوسط، بأنه معظم القيادات في الشرق الأوسط مضطربة بعض الشيء، مش عارفين شو اللي بيصير في العالم، لأنه في هذه الحرب المفتعلة في أوكرانيا خلفت يعني غموض قوي جدا في التوجهات وأهداف هذه الحرب. ما حدش قادر يفهم يحللها، ليش هذه الحرب قامت وشو أهدافها، وخصوصا الأهداف الضمنية. فلذلك يعني أحد أهم أسباب ذهاب ابن زايد إلى للقاء بوتين، لأنه يشعر أول شيء بالنسبة لهؤلاء القادة في الشرق الأوسط، سمح لهم من قبل الإدارة الأمريكية بأنه يبقوا علاقات ممتازة وعلاقات طبيعية مع كل من روسيا والصين. يعني ما عندها الإدارة الأمريكية الحالية ما عندها مانع إنه هذه الحكومات في الشرق الأوسط بأنها تتخذ أي اتجاه تريده، وتخلي دائما باب مفتوح لما يأتي الوقت المناسب للتدخل بإعطاء بوتين مخرج من هذه الأزمة المفتعلة. فيعني هذه كلها زي كيف كل واحد مرتب له دوره، زي رقعة الشطرنج، وكل حجر في له حركاته، في له أهدافه، في له يعني المهمة المسندة له. فلذلك ما في يعني ما فيش ذهاب أي دولة من هذه الدول إلى أي من روسيا ولا الصين، والإبقاء على علاقاتهم بحالة طبيعية وجيدة، هذا يخدم المصلحة العامة.
للعالم كله مش بس للإدارة الأمريكية، لأنه دائما. ولكن من أحد الأشياء المقلقة للإمارات هو الدور التركي اللي أسنده بوتين للقيادة التركية أكثر من إسناده إلى أي حكومة أو أي نظام من أنظمة أو الحكومات المتواجدة الآن في الشرق الأوسط. يعني الحبوب تخرج عن طريق تركيا والغاز راح يخرج عن طريق تركيا، فبوتين أسند لتركيا، ومع أنه تركيا يعني عشان أثبت لكم أنه الحرب الأوكرانية هي حرب عقائدية مفتعلة لها هدف ومضمون أو هدف ضمني مخفي لحد الآن، والكل بيحاول ينخل فيه ويشوف هو هذا الهدف الأسمى لهذه الحرب المفتعلة، ومحدش يعني قادر يوصل لبر الأمان اللي يعرف يحدد مساره بالطريقة الصحيحة. أنا بحكي يعني عن الحكومات المتواجدة في الشرق الأوسط حاليا، الكل مخربط لأنه مش قادرين يفككوا الشفرة بالنسبة للهدف المخفي لهذه الحرب العقائدية المفتعلة في أوكرانيا. ما حدا قادر يعرف، احنا فسرناها وقلنا شو الهدف الأسمى. فلذلك اللقاء ما بين ابن زايد وبوتين كان انه طيب، كل شيء الان راح يتوجه، يعني لما كان الحصار متواجد، حكيتها في حلقات سابقة، لما كان الحصار متواجد على ايران وخصوصا منذ عام 2018 لما خرج الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع ايران، واعاد فرض العقوبات وعقوبات أقصى من السابقة على النظام الإيراني، كان أفضل مخرج وكان أفضل وضع بالنسبة للإمارات العربية، لأنهم هم كانوا مخرج السوق السوداء لإيران. ولكن الآن بما أنه، وأنا دائما كنت أقولكم أي حرب عالمية أو مؤشرات حرب عالمية، دائما الحرب العالمية دائما أرضيتها هي أوروبا، بيقدروش ياخدوها لأي مكان آخر نهائيا إلا تكون أوروبا هي دائم. يعني تاريخيا جميع الحروب القوية بما فيها الحرب العالمية الأولى والثانية مسرحها كان أوروبا. فلذلك الآن بما أنه مسرح الحرب المفتعلة هاي اللي الكل قاعد بحلل فيها إنها أو بقول عنها حرب عالمية ثالثة أو كذا، زي ما انتم شايفين مسرحها أوروبا كما حللنا وكما نضلنا نردده مرارا وتكرارا. ولكن الآن اختلف مخرج السوق السوداء من الإمارات العربية لما كانت إيران هي المفروض عليها هاي العقوبات، إلى الآن فرضوا عقوبات، أنا بقول عنها برضو عقوبات مزيفة على روسيا، فلذلك روسيا يجب أن من ضمن المسرحية ومن ضمن السيناريو إنه وهم بيقوموا بهذه المهمات اللي مخربطة كيان العالم كله، هذه القوى العظمى. القوى العظمى دائما 4+1، بحكي لكم عنه، بتفقوا مع بعض على تقسيم كعكة العالم فيما بينهم، ووضع الأهداف تبعهم وتطبيقها على أرض الواقع. فلذلك من ضمن السيناريو المتواجد انه لما نبدا نعمل هذه الحرب المفتعله في اوكرانيا وهذه العقوبات المزيفه ضد روسيا، بدنا نخلي لها مخرج
لتدفق الحبوب، لأنه روسيا وأوكرانيا يعني يجب أن تكون هناك الحرب، وشرحناها في ليش هي حرب عقائدية، وليش غزو على أوكرانيا مش ليثوانيا ولا مثلا كرواتيا ولا أي دولة، المجر ولا هنغاريا ولا أي دولة ثانية من الدول، ولا بولندا ولا كذا من دول الأوروبية، ليش أوكرانيا؟ كان شرحناها في حلقتين ثلاثة سابقات، وخصوصا في الحلقة الأخيرة اللي شافت يعني مشاهدات ممتازة جدا الحمد لله. هذا الآن المخرج وكل إلى تركيا، يعني شوف وين قديش مقدار الخربطة اللي وضعت من ضمن هذا السيناريو، بأنه روسيا تتعامل مع ثاني أقوى دولة عسكرية في حلف الناتو، وبتوكلها إنهم هم يكونوا كوكلاء بصفة حصرية لإخراج الحبوب وكل ما يحتاجه العالم من مواد أساسية، مواد غذائية أساسية من كل من أوكرانيا وروسيا، وبالإضافة إلى تخريج الغاز والبترول الروسي عن هذا الطريق اللي هو تركيا. وتركيا يعني من أحد أهم أعضاء حلف الناتو، اللي الكل قاعد بيقول إنه هذه الحرب ما بين حلف الناتو وما بين روسيا، هذا حكي فاضي. يعني بيحكوا لكم إشي وبتصرفوا بإشي مخالف تماما. فالكونسيرن أو القلق اللي عند ابن زايد بذهابه إلى بوتين، قال له إحنا وين صار موقفنا؟ يعني كل السوق السوداء، والسوق السوداء القوية، لأن الحبوب والغاز الروسي يباع يعني مقدار بيعه، هذه أموال طائلة طائلة، لا يستفيد منها أي سواء السعودية أو الإمارات أو أي دولة، حتى قطر في عليها خطر من هذا الوضع، من هذا السوق السوداء، لأنها قاعدين بيطلعوا عن طريقها كل إشي بأسعار أقل من الأسعار المعلن عنها سواء في البورصة أو في الأسواق. هذه معناها في السوق السوداء، إنه يكبوا بضائع بأسعار خيالية قريبة من يعني مربحيتها قليلة جداً، بحيث تغطي تكلفة الاستخراج وشوية مربحية بسيطة. يعني زي ما بحكي لكم، البترول الروسي قاعد ينباع ب 55 دولار للبرميل الواحد، فهذا مسبب قلق. هذه أحد الأمور. الأمور الثانية بقول له بعدين تعال شو عملتوا، يعني هذه خليها تكون يعني من باب شوية السخرية. قال له شو سويتوا في ال1000 بنت اللي شلتوهم ووجدتوهم في أحد الأقبية في أوكرانيا، وين رحتوا فيهم؟ هذول كنا منجهزهم ليجوا، يعني بلاش نحكيها، استغفر الله العظيم. هاي شغلات، كله قاعد العالم يجلس نفسه، والحرب هذه حرب عقائدية، وحرب ستقضي على شرور كثيرة كانت منتشرة في العالم من قبل القطب المالي الشيطاني، ويعاد تجليس العالم إلى أن يكون عالم خير أكثر مما هو عالم شرير كما هو عليه الوضع الآن. يجب أن يحدث هذا الأمر بتقدير من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يسخر من
يعلم بهم الله بأن لديهم القدرة بإجراء هذا التغيير. فلا اعتراض على تقدير الله وعلى قدر الله نهائيا. هذه هون خلصنا هاي المواضيع الرئيسية، بندخل على الهامش. على الهامش في عنا هذا الهامش الاي كيو تبعه 60، بدنا ننزل شوية لتحت، يعني هذا بدك نقول للأغبياء فقط. كويس، لأنه إجانا سؤال بأنه البترول يجب أن يباع في الريال السعودي. كويس، يعني ممتاز. واحنا بنقول يعني احد توجهات ورؤية وتحليلات هذه القناة بأنه نحن ذاهبين إلى تغيير الدولار وفك ارتباط الدولار الحالي في البترول، هذه حكيتها في عدة حلقات سابقة. فلذلك جاني سؤال إنه البترول بده ينباع في ريال، ممتاز، هذا اللي احنا بدنا اياه. يعني احنا بدنا كل اقليم يكون يبدأ الاعتماد على نفسه ويبدأ بالاكتفاء بالانتاج وبالنهوض وبالنمو الى ان يصل الى الاكتفاء الذاتي. والاكتفاء الذاتي سبق وحكيت لكم اياه بانه العدو الرسمي الأوحد في العالم ضد أي اكتفاء ذاتي لهذه الدول النامية هو كان الشذوذ التي ستختفي قريبا جدا، المجرمين الكيان الصهيوني، هؤلاء القطب المالي الشيطاني كانوا أعداء الاكتفاء الذاتي والنمو في معظم أنحاء العالم. وهذا اللي هذا الهدف الضمني أو المخفي للحرب العقائدية المفتعلة في أوكرانيا التي تريد أن تجلس في العالم. هذا تحليلي. كويس، الآن بيجينا هذا السؤال، والله سؤال قوي جدا، ممتاز يعني، بس إيش يعني سؤال ممتاز، ولكن دائما دائما أنا بقول للناس أوعك عمرك تسأل سؤال لا تستطيع التنبؤ بالإجابة عليه. فهي إجابتي على هذا السؤال. أوكي، ألغينا الدولار، ألغينا البترودولار، ألغينا الدولار نهائيا. كويس، الآن لو سمحت يلي سألت هذا السؤال وقلت إنه البرميل البترول ينباع بالريال السعودي، أعطيني ثمن برميل البترول بالريال السعودي بدون اللجوء للدولار لو سمح، لأن الدولار التغى، اعتبره ملغي لأنه قربنا نلغيه بطبيعة الحال. طيب أعطيني كم سعر البرميل بالريال السعودي حتى تشوف ثاني مرة ما تسألش أي سؤال ما بتقدرش تتوقع إجابة الإجابة عليه. أنا بقول لك الدولار انتهى، البترول دولار انتهى نهائي. يلا أعطيني كم بقدر الآن أحصل على البرميل بريال السعودي. وفي عندنا واحد ثاني كمان من تركيا، يعني بروج للذهب وللذهب، وأنا طلعت وقلت قال الرسول عليه الصلاة والسلام تبا للذهب وتبا للفضة. وفي ناس كثير بروجوا إنه يجب على الناس إنه الآن يحولوا فلوسهم إلى ذهب وفضة. وأعطيتكم الآية القرآنية اللي بتقول من يكتنز الذهب ولا ينفقه في سبيل الله، كمان هدول محرمين. يعني أعطيتكم آيات كثيرة بأنه دائما يجب على أي شخص بأنه يسعى إلى الاكتفاء الذاتي ويسعى إلى أهم سبل
السرفايفل، يعني النجاة في حين الأزمات. وأبسط هذه السبل بأنك تريد أن تأكل حتى تعيش، تريد أن تأكل وأن تشرب. طيب الآن لهذا الشخص، أو لهذا اللي بيظلوا للأشخاص اللي بيظلوا يروجوا بأنه يجب تحويل الأموال من دولارات ومن أي عملات إلى ذهب، والذهب قاعد بينزل، وقلت لكم راح ينزل في النهاية إلى حدود ما كان عليه سنة 1971. طيب أعطيني كم بدي أشتري كيلو ذهب، كم ليرة تركية لأشتري الليرة الذهب، يلا كم ريال سعودي لأشتري برميل البترول، وكم ليرة تركية لأشتري كيلو الذهب. وأوعكم تحطوا عامل الدولار في هذه الأسعار نهائيا، الدولار ألغيناه، هاي مكتوب ألغيناه. يلا بانتظار إجابتكم على هذه الأسئلة، وبعدين بطلع بقولكم كيف بتقدروا تتوجهوا لتقييم البضائع وتقييم الخدمات بدون اللجوء إلى الدولار، بعد ما أسمع أجوبتكم. تفضل. يلا هذه حلقتنا لليوم، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة بمشيئة الله، أستودعكم الله.